اهلا وسهلا فيكم من جديد. هي انا وهانيا ريحنا هانيا هلا قلنا لها خلاص بكفي اللي تعبتيه من اول الحلقه هلا اقعدي اهدي هيك شوي. ومين بنستقبل؟ اكيد اخصائي تزيين الكيك الشيف يزن يوسف. يزن اهلا وسهلا فيك، صباح الخير. صباح الورد. بدعت الاسبوع الماضي. الله يخليك. وهذا الاسبوع لسه بدك تبدع اكثر، انا شايفه الوان يعني اليوم كريمه وسكر ومش معقول اشياء كثير اليوم جايب معك. اليوم الكعك كثير راح يكون شكلها مفرح. حلو. وراح تكون للاطفال مش للكبار. حلو. وهي شخصيه كرتونيه اسمها يونيكون، كثير هلا دارجه وفيلم طلع. والله. ونشتغل على نفس الثيم تبعه. حلو حلو. شوفي ما احلى الالوان اللي عم يستعملها يزن، شوفوا ما احلى الالوان، انا بموت على هاي الوان الربيع والصيف، البينك والازرق والبنفسجي والاصفر، خرافي. يلا نبدا يزن عشان نبدأ. ما ناخذ وقت. هلا اول شيء بدنا نعمل العيون. العيون راح يكون موقعهم هنا. اوكي. باللون الاسود. طبعا سكر، هذا عجينه سكر. اكيد كله عجينه سكر. بس انا شايفه هناك كريمه كثير جايب. الكريمه اللي هو الشعر تبعه راح يكون. من فوق. شو حلو. انا ما قدرت قربت شوي روان. شايفه شو حلو. بش اشياء بتجنن، انا بموت على الالوان. الالوان كثير حلوه. لسه على الفن فن يعني. كثير حلو. طيب على ما تعمل انت هذا اللون بدي اصبح على امل زلوم. شيف هانيه بتصبح عليكي، مثل هاليوم انولدت احلى البنات غنى، صار عمرها 4 سنوات وكل عام وانت بالف خير يا قلبي، ارجو منك روان قراءه تعليقي كامل حتى تسمع اسمها لانها بتحبنا. شكرا حبيبتي يا امل، ونسلم على غنى كل عام وانت بالف خير يا احلى غنى. هلا العين لازم نعملها بالشكل هذا. بعدين نطويها هيك عشان يطلعوا التنتين نفس الطول. متساويين. حلو. مبين هون اكثر. هون تحت هون شوي. هاي اول عين. هاي اول عين. اوكي. طبعا فقره تزيين الكيك الكل بيطلبها. فصار عندنا كل احد احنا فقره للي بيحبوا يتعلموا تزيين الكيك. بيقدروا يحضرونا كل احد ليتعلموا هيك افكار جديده بالتزيين، وخاصه انه الناس او الستات صاروا يحبوا يزينوا كيكات اولادهم بايدهم. صح. هاي اول عين وهي ثاني. وصراحه اوفر. أوفر وأحسن. متعة متعة الواحد. متعة 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 متعة. هي ما أحلاهم كيف طلعوا. شايف شو حلو؟ حلوين. مع إنه ما أخذ شيء بإيده يعني ما شاء الله. حلو. وكمان لأنه متمرس فبسرعة بطلع. شاطر شيف يزن. ركبنا العيون. هلا بدنا نعمل من هون زي إيش؟ طربوش بقول لك. طربوش بالضبط. هذا اللون عبارة عن 3 ألوان. أورنج وأصفر وبني. أوكي. عشان يطلع أقرب شيء على الذهب. بس طبعا سريعا لأن أنت عارف ضيق الوقت. يلا حاضر سريع. طبعا يوم الأحد. بدك مساعدة؟ يا زلمة ما في أسرع من هيك. ما هو ما في أسرع من هيك بعدين. أوكي. بتحب نساعدك يا زن؟ يلا هلا لا سريع مش مشكلة. طيب. هلا بنعملها على شكل حلزون هيك. اسمت بتقولنا التوم المعمر نوع من انواع الخضار ومن فصيله البصل، بيكون بيضاوي الشكل من تحت وحواليه زي فصوص صغيره مثل الهلال، وبيطلع منه انابيب طويله خضراء وبيزهر زهور بنفسجيه. شكرا حبيبتي اسمت. نغز فيها ستيكس بس عشان تثبت بالكعكه. اوكي. عملناها على شكل حلزونه. شكل هاد. اظن عرفت هاي الشخصيه بتحكي عنها. هاي بحبوها كمان، بحسوا البنات هلا ما صرح تعرفها. ماسا بنتي اكيد. ماما ماسا ومريم. خبرة بالاشياء الكرتون. هلا بنعمل الدينين على السريع. اوكي. نص الدينين كتر شكل دمعة زي الدمعة. هذا اللي استعملته المرة الماضية. لا مش انا. في حد استعمل الدمعه؟ معناته في شيف بجوز كنت معنا كمان قبل. هذا اللون. اوكي. والله اسرع من هيك اظن يزن ما في ما شاء الله. انا عبد الله بيقول لي خليه يستعجل. يلا حاضر. بروفيشنال يزن. لا ما شاء الله. كل قطعه صح. القطعات صح. هذول ايش؟ هذول الدينين. الدينين. اوكي. برضه هدول نغوص فيهم ستيكس بس عشان يثبتوا. اوكي. اها.
بالشكل هذا. اوكي يزن. وهلا الثانية. هلا تقريبا الكعكة خلصت، هلا بس بنحط عليها الشعر اللي هو الكريمة. حلو تمام، يلا نبلش بالشعر هلا. وعلى ما تجيب الكريمة الألوان الحلوة بدي أصبحها مريم جبارة زعلانة منا لأنه ما عم نقرأ تعليقك. يسعد صباحك يا مريم. وهي هانية بتصبح عليك مريم جبارة. مريم جبارة. أم حسام نجداوي، التوم الأخضر هو ورق التوم الأخضر مثل البصل الأخضر، إذن هو مجموعة الأوراق الخضراء الطرية. شكرا يا أم حسام على المعلومة. نوزع الألوان عشوائي بس أهم شيء بالآخر نعبي كل الفراغات. ليش حلوة يا عيني يا يزن، كثير حلو كثير حلوة. إسلام ميناوي صباح الخير حبيبتي وأنا بحبك أكثر يا إسلام، الله يسعدك. ووسام ناصر يا عيني أحلى صباح روان والشف هانيا العسل، وبدي أصبح حرامة أختي الحلوة. وهي كمان بدك تستعمل لون التركواز. تركواز يا عيني. سيرسا كشوقة صباح الخير، بدها تسألك الدجاج وضعته كما هو بدون سلق؟ لا مش بدون سلق، هذا مشوي. شوينا الدجاج صار مقلى، دجاج مقلى. سيرسا الدجاج حطيناه مشوي، بتذكري كنا نقعينه حطيناه بمقلاي وقليناه. اوكي صح صح قبل ما نحشي. ام جميله كمان صباح الخير، يسعد صباحك. يلا تمام. ما شاء الله شايفه شو سريع بتجنن. يلا هي اخر شيء عم بيعمله شف يزن بالكيك الحلوه هاي. شو ضل الالوان؟ اخر لون الاورنج. ما حلوه يا عيني، شايفه عبد الله الالوان؟ شايف الالوان بس خايف من الوقت. عبد الله لا كثير حلو، استنى عبد الله يجي يشوف قديش عن جد حقيقه حلو. متعه متعه الالوان الحلوه، يا الله شو هيك بتريح النفسيه الالوان الحلوه. طيب انا بدي اتشكر اكيد شيف يزن يوسف. ميت اهلا. بكمل انت عشان نحطها هيك وهي حلوه ومرتبه. هي كثير حلوه كثير 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 عن جد حقيقه، لسه احلى بتجنن عن جد. شكرا كثير شيف يزن، نورتنا يوم الاحد.